طارق، اهلا وسهلا بيك. عايز اقول لك هارد لك، لكنه في النهايه الاداء كان محترم، الاداء كان مرموق جدا قدام فرقه كبيره زي فرقه نادي الزمالك. ربنا يخليك يا ابراهيم، متشكر جدا. انا عارف انه انت متعب جدا يعني بعد اللقاء، انما عايز اعرف رؤيتك ومن وجهه نظرك ليه وادي دجله ما عرفش يحافظ على النتيجه. انا بقول حتى كمان ما عرفش يحافظ على النتيجه، وانا في بالي انه في فرص ضايعه كتير كمان كانت لوادي دجله. يعني شوف، اللي مزعلني النهارده ان الولاد تعبوا بالامانه بشكل كبير جدا، وانا زعلت زعلهم لتعبهم. ويمكن الفرص اللي اتيحت لنا في مباراه نادي الزمالك، لو حسبت كده طول السنه مش هتلاقي فرص بعدد طول المباريات اللي احنا لعبناها، خاصه مباراه النهارده قويه امام فريق كبير. لكن الولاد كانوا منظمين ومنضبطين، فرضنا الاستراتيجيه بتاعتنا بشكل كبير جدا جدا، ده حقيقي، وخلقنا فرص كتيره جدا. وفي المباريات اللي زي دي، خاصه من تجربتي مع الفرق الكبيره، لابد انك تستغل انصاف الفرص مش الفرص الكبيره دي. كل الفرص اتيحت وضيعنا، وجه القدر يعني سبحان الله، يعني تلقينا الهدف في الثواني الاخيره من الوقت بدل الضايع. وهي دي كره القدم، لابد انك زي ما بتقول تحاول يعني تتحمل حلوها ومرها. النهارده كرة القدم اليوم النهارده مع مباراة الزمالك كانت قاسية جدا على وادي دجلة، لكن أنا بشيد بأداء الولاد بشكل كبير جدا جدا والتزامهم، وأنا يهمني القادم. خلاص مباراة الزمالك اتقفلت بأدائها، ولو أنت خيرتني بالأداء والنتيجة طبعا هقول لك طبعا النتيجة أهم، طبعا إن إحنا في موقف متشابك في الحتة ديت، وفي كراسي موسيقية في النتائج بيننا وبين الاتحاد وبين طنطا وبين الرجاء وبين النصر وكذلك المقاصة. فانا اتصور ان ده هيفضل لحد المدة اللي جايه دي. ولكن على العموم النهارده شيء مبشر لدى الولاد، انا اتمنى، لان ده انا اللي مش ضامنه، ان هم يستمروا على هذا الاداء بشكل كبير جدا في المباراه القادمه. واذا استمروا على هذا الاداء، وده اللي انا قلت لهم في الاوضه، شديت على ايديهم النهارده انهم عملوا عليهم، ويبقى فيها كرة القدم فيها توفيق وعدم توفيق، ولازم نرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. طالما انت بتأدي، التوفيق ان شاء الله هيجي لك. فاحنا محتاجين ان احنا نأدي في المباراة القادمة بمثل هذا الأداء أمام فريق كبير محترم نادي الزمالك، وأنا ببارك لهم، وبقول برضه ببارك لاعيبتي على الأداء، وهارد لك على النتيجة، وإن شاء الله نستمر في القادم بإذن الله.